لكن نعم. احنا شفنا هذا التقرير اللي بيرصد الدعم اللي قامت بيه الدوله للشباب هذا الاسبوع تحديدا يوم 12 اغسطس هو اليوم العالمي للشباب. خليني ابدا مع حضرتك باخر جمله اتقالت في التقرير ده، اوصيكم بالتمسك باحلامكم اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقولها للشباب. الشباب عنده طموح واحلام، ان القياده السياسيه تكون شريك في هذه الطموح والاحلام وتعمل على تسخير وتذليل العقبات فيها، ده بيعني ايه من وجهه نظرك استاذه فريده؟ بصي ده بيعني اولا انا رايي ان الرئيس السيسي تاكد من الدور اللي ممكن ان يقوم به الشباب في اعاده مصر الى مكانها ومكانتها زي ما دايما بقول، تاكد هو لانه هو طبعا يعني انت عارفه راجل قائد كبير يعني. لما طلع الشباب بتاعنا في 30 يونيو وحمى مصر من التفتت والتمزق، دي حاجة مش ممكن الرئيس ينساها. عشان كده بقى فيه التيار مشي بين الاثنين، بين الشباب وبين القائد، لأنه هو عايزهم يعملوا حاجات هم مستعدين يعملوها بس كانوا عايزين توجيه. يعني أنت لما تقعدي، معلش أنا من غير يعني ربنا يرحم الجميع، لكن لما يقعد رئيس 30 سنة في الحكم، يعني يعني لو هو جه مثلا يعني ما فيش حد هيبقى شباب لما مشي. فهنا في رئيس بقى مؤمن بالبلد مش بنفسه، مؤمن بالبلد ومؤمن بان الشباب ده ممكن ان يقود مصر الى احلامها اللي بتنتظرها من زمان. وعلى فكره احنا عندنا عبقريات كتير، يعني احنا مش ما نقدرش ننسى ان اللي قام بثوره يوليو وهي من أكبر ثورات التاريخ وأكثرها تأثيراً كان جمال عبد الناصر، كان عنده 34 سنة، ما كانش عجوز يعني، ما كانش كبير وخبرة، لا كان شاب، بس شاب مؤمن ببلده ومؤمن بمكانها ومؤمن بقيمتها وبتاريخها وبحضارتها وبماضيها وبإمكانياتها للمستقبل. على فكرة احنا مش كل المؤامرات اللي بتتعمل علينا هي بسبب الشعب المصري، مش بسبب لا عندنا ثروات ولا عندنا الثروة الكبيرة بتاعتنا هي الشعب. والرئيس مراهن على الشباب دلوقتي، لأنه ما يقدرش نفضل نستنى كل واحد لما يوصل لـ80 ولا 90 سنة وياخد حاجة. انت عارفة كان أواخر وقت الرئيس مبارك كان مرة يعني قالوا لي على منصب وزاري، قلت لهم لا أنا ما انفعش وزير، أنا يعني كاتبة وصحفية وبتاع ما ينفعش. أنا ما أقدرش يعني آخد مكانة كده في وزارة يعني. بس ثلاث أرباع الوزراء اللي مع الدكتور كان أحمد نظيف قلتها على الهوا وجابتها اليوم السابع، قلت له كلهم زي كده مش نافعين، ما عندهمش، بس مش عايزين يعترفوا. ده خليني اسالك بقى يا استاذه فريده، يمكن الاكاديميه الوطنيه لتدريب وتاهيل الشباب، ان الرئيس بيوصي بان حتى المحافظين ياخدوا معاونين ونواب ليهم، احنا شفنا والوزراء من والوزراء كمان. انا يمكن ذكرت المحافظين لان هم فيهم الشريحه الاكبر. ده هيخلينا يعني فعلا الشباب دول قدام هيمسكوا مناصب وهم واثقين من المكان اللي هم قاعدين فيه او هيكونوا ماسكينه وقاعدين فيه. ما انا بقول ان هو مراهن عليهم، فهم لازم يبقوا جادرين بهذه الثقه. يعني الثقه اللي اديها لهم الرئيس دي بتديهم دفع. على فكره انا مثلا بفكر في اللي بياخدوا دلوقتي تكريم غير معقول لما بيحققوا انتصارات رياضيه، صح؟ او فنيه. فما هو ده هيبقى حافز لكل الشباب انه اللي بيتعلم اللي بيعمل اي رياضه دلوقتي يقول لك لا طب ما انا ابقى زي فريال، ولا واللي بيعمل واللي بيمارس فن طب ما انا ابقى زي سمير غانم. يعني عارفه ازاي؟ يعني ده لما بتفتحي الشهادات حقيقي جات ليهم، احنا يمكن تابعناها على مواقع التواصل الاجتماعي وشفنا كمان اطلاق اساميهم على محاور مختلفه. بالظبط. لكن لما تهملي الشباب ما هو هيحس ان هو لا يعني الدولة غير معنية بيه وهو غير معني بالدولة بالتالي. لكن كده دلوقتي في حوافز، ده يعني زي ما تقولي يعني زقة كده للشباب، قوم واشتغل وهتوصل، هتبقى وزير، هتبقى محافظ، هتبقى رئيس، هتبقى كل حاجة. بس هو ده القائد اللي لأول مرة من سنين طويلة الواحد يحس إن في واحد بيشتغل لحساب مصر وبيأهل
شبابها ان هو اللي يبقى بيقود في مجال. يعني الدنيا بتبقى صعبه على فكره كل يوم اكتر، بس هي بتبقى صعبه اكتر وهو بيجيب شباب قادرين على التحدي وقادرين على انهم يعملوا كل حاجه وقادرين على. وعلى فكره في كمان، شوفي انت في المواهب اللي موجوده النهارده، في العبقريات اللي موجوده في الابداع، في التكنولوجيا، معظمهم من الشباب. نعم معظمهم الشباب كلهم.